هجومي قوي. تمام. برضو يعني انا بصراحه يعني النهارده مستر فايلر واحده من الماتشات اللي ما عجبنيش ادارته فيها، ما عجبنيش شغله او عمله الفني فيه، وكأن فايلر بيقول الدوري غير الدوري. والله يا فايلر انا يعني انا شايف يعني فرقه بص زي يا كده كابتن تاني، سهله قوي ان الاهلي كان يكسبها. انا مش عايز نبقى متسرعين دايما في حكمنا على الاشخاص. النادي الاهلي شكله اتغير مع فايلر في الدوري، اه طبعا شكله اتغير. النادي الاهلي بقى كرته الهجوميه احسن في الدوري، بقت احسن. انما النهارده فايلر في افريقيا اعتقد ان هو لسه برضه ما بقاش مقنع بالنسبه لنا. دكتور محمد خالد بيقول لك كابتن عمارة الاهلي ما جاش النهارده. ما احنا ما نقدرش نقول كده، يعني النادي الاهلي كان النهارده يعني دون المستوى، او في والاستاذ بكر مبروك مش بيقول لك في اللعيبه مش المستوى، قادره تجري. مش في المستوى المطلوب. برضو بقى هنحط بقى الاعذار، السفر والطيران وحد وخدوا كان برضو من شويه كان بيقول لك ان النادي الاهلي محتاج طياره خاصه تريحه من الرحله الطويله الشاقه دي. ف النادي الاهلي شكله الدفاع والهجومي ما كانش مناسب. اتفق طبعا مع الساده الزملاء كلهم والساده المشاهدين، النادي الاهلي كان لازم يبقى احسن من كده. النادي الاهلي النهارده كابتن تامر لو جيت تعد الفرص النهارده، فرص قليله جدا، يعني فرص قليله جدا اللي راح بيها للمرمى باستثناء الكره اللي كهربا لما نزل الشوط الثاني عملها، او الكره اللي بعديها حوالي يعني هجمتين، انما برضو مش فرص مؤكده 100%. انما الشكل اتغير شويه، يعني لما كهربا نزل الشوط الثاني غير الشكل، بدا النادي الاهلي يبقى له شكل هجومي احسن من الشوط الاول. فالنهارده على علي معلول والناس اللي هي بتلعب على الاطراف بالتحديد لازم يبقى عندهم النهارده. انت كنت ممكن تتخطف النهارده في الشوط الثاني في الدقيقه تقريبا 65 او 66، الكره اللي الراجل شاطها وشناها وطلعها دي كانت يعني في الثمانيه، تمام، يعني صعبه جدا جدا. فبالتالي النهارده الفرق اللي زي دي اللي هي ما عندهاش حاجه تبكي عليها زي ما بنقول بلغه الكوره، لازم تبقى عامل حسابها مليون المية، لأنها بتلعب وهي مرتاحة مش خسرانة حاجة. فالنهاردة لا، تعبونا جدا وأعتقد إن النادي الأهلي يعني كان عنده فرصة كبيرة جدا النهاردة إن هو يعني يزود الفارق، يبقى بدل ما تبقى 7 بونت يبقى 9 بونت، يبقى أنت يعني خلاص ضمنت بصورة كبيرة إن أنت تبقى على الأقل في الأدوار اللي بعد.